لسر الهدف بسرعه قبل الفصل. سر الهدف، سر الهدف، سر الهدف. قول لنا حاجه، اختار لعيب من دول وقول لنا حاجه ما حدش يعرفها عنه. سر ما حدش يعرفه يعني. توتي، دروجبا، ابراهيموفيتش. والله دروجبا فوجئت لما يعني لما اتعاملنا مع بعض في مارسيليا، فوجئت انه حافظ قران كتير بجد والله. آه. وبعد كده كان بيجيب جوان ويصلب بتاع. يا عم دي انت ايه قصتك؟ انت يا عم لسه كنت تقرا معايا الفاتحه، كان بيقرا معايا الفاتحه في الاتوبيس. لان فرقه مارسيليا دي كان فيها مسلمين كتير جدا. وهو ايفواري يعني. فدروجبا دروجبا شخصيه عظيمه برضه يعني. تعلمت على فكره منه حاجات كتيره جدا. تعلمت منه ازاي تخش جوه مكان وتثبت نفسك جوه مكان بهدوء وبذكاء كبير جدا. خدك انت عارف، انا كنت لسه بشوف دوكيومنتري عن دروجبا، ان هو كان عنده تقزم وهو صغير. ده قصته وعمه اخده مش عارف فين وداه. ده يعني حاجه نموذج يعني، يعني حاجه معاناه يعني رهيبه يعني. كان بيلعب قبل ما يلعب في مارسيليا بسنتين، كان بيلعب درجه ثانيه. لغايه وهو عنده كام سنه؟ لغايه وهو عنده 26 سنه. يعني زي ابو تريكه كده. الفكره بتاعت ان النجوميه اللي بتتفجر في ليت ديفلوبر. ليت ديفلوبر اتطور متاخر. نروح للصوره اللي بعد كده او الصور اللي بعد كده. نادر السيد عبد الواحد السيد عصام الحضري، طبعا كلهم كباتن كبار. طبعا ايه بقى؟ اختار واحد قول عننا، قول السر اللي محدش يعرفه او حاجه محدش يعرفها عنه. والله يعني هم الثلاثه حراس مرمى كبار جدا. ويعني بس انا دايما بقول ان الاسطوره ما بيقولش على نفسه اسطوره. ايوه الاسطوره الناس بتقول عليه اسطوره. الاسطوره بيبقى اسطوره في كل حاجه، مش في الملعب بس، بيبقى في الملعب وبره الملعب. عبد الواحد السيد مشروع مدير كره كبير في تاريخ الزمالك ان شاء الله. وانا بتشرف ان يعني ان انا يعني اول واحد اقترحت اسمه مع كابتن اسماعيل يوسف. وكنا عارفين ان هو هيواجه مشاكل في البدايه. الحمد لله احنا كنا واقفين جنبه كل يوم كل يوم. انا كنت بروح النادي ابراهيم كل يوم من الساعه 7 الصبح. بروح عشان اشوف ايه المشاكل اللي موجوده وايه اللي احنا نقدر نحله. ودلوقتي عبد الواحد انا شايف ان هو قايم بدور رائع. كابتن نادر السيد، احنا اختار واحد قول عنه. انا عايز اقول الاول ان كابتن نادر السيد اسطوره بحقه حقيقي. ايوه اسطوره يعني، اسطوره بجد يعني. راجل عمل ارقام وعمل تاريخ. انت شكلك شايل من الحضره جامد. خالص خالص. بس انا يعني ما عمر ما الاسطوره بيطلع يقول على نفسه اسطوره. انا عايزين تعرفوا مين الاسطوره. انا الأسطورة. لا الناس بتقول ان انت اسطوره، إن إن إن, 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 ان 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 فلان اسطوره. احنا نفسنا بنقول عليك ان انت اسطوره يا عصام. أيوه. انت فعلا اسطوره. بتستغرب تصريحاته؟ بستغرب. هو يعني عصام بحس كده ساعات ان هو يعني ايه هي جيتس لوست، اللي هو بيبقى بيبانيك. انا هعمل ايه الخطوه اللي جايه؟ انا عارف خلي بالك عصام طيب جدا. بس هو تلاقيه يعني بيبانيك. انا ايه الخطوه اللي جايه؟ طب انا سوريا، طب هنعمل ايه؟ طب المتحد دلوقتي، طب فلان. سيبها على الله، سيبها على الله. وانت كده كده اسطوره الشغل طول ما انت بتجتهد زي ما انت فعلا بتعمل. يعني لو تسمح لي ان انا يعني اقول لو بتجتهد زي ما انت بتعمل وبتاخد دراساتك وفعلا انت عصام الشغل هيجي لك لغايه عندك. مش محتاج اي مجهود لان انت فعلا اسطوره. بس برضه الاسطوره ما بيقولش على نفسه اسطوره. طيب نطلع لفاصل ونرجع نتكلم على اليورو. خليكم معانا.